في دورتها الأولى، وذلك لتذليل الصعوبات أمام الرفيقات والزميلات المعلمات اللواتي لا تسمحن لهن الظروف بمتابعة أو اتباع الدورات المغلقة. الرفيقات العزيزات، تتكاثر التحديات في هذه الفترة. التعليم يبارك بأحر الكلمات وبأروع العبارات للمعلمات اللواتي خضعن للأكاديمية أشطار مفاضول لدورتها الأولى والنوعية باسم التي قدمت الرفيق والنفيس للطرد ودحض الطفل الظلامي والتفكيري وتحقيق حرية المرأة التي تشكل مجتمع حر لأنها تقف إلى جانب الرجل. كانت مبادرة. Thank you.